زمان كانت كل البنات بتحلم بفستان الفرح وتمشي كده بقى في الزفة طويلة عريضة وهي ماسكة ايد عريسها، بس الموضوع دلوقتي يا جماعة اختلف تماما. الشباب بقوا بيفكروا يمكن بعضهم، معلش بعضهم، بشكل عملي، وده عمل انقسام. فريق بيأيد الفرح والزفة ومغنيين وبوفيه عامل ازاي، وفريق شايف ان الفلوس دي يتم استثمارها، نعمل مشروع، بلاش مشروع، بلاها مشروع، نعمل هانيمون، يطلعوا حجة او عمرة. اللي بنسمعه النهاردة بقت اسعار وهمية خيالية غير مبررة. البوفيه لوحده يعني يعمل اتنين هانيمون. فخلونا نرحب بضيوفنا وخلوا كده الحديث ياخد مجراه. معانا النهارده ايمان عبد العزيز، معارضه لفكره الافراح، برحب بيكي معانا يا ايمان. ونروح الوينج الثاني، احمد علي مع فكره الفرح، اهلا بيكي احمد. ونرجع مره ثانيه لمحمد مرسي وهو معارض لفكره الافراح، برحب بيكي يا محمد. ونرجع الناحية التانية لروشان البنداري مع فكرة الأفراح. انطلق يا إيمان. نبدأ مع إيمان الأول. إيمان، إيه السلبيات اللي أنت شايفاها في إن الشخص يعمل فرح، يختار يعمل فرح؟ أنا ضد إن إحنا نعمل فرح يتكلف مبلغ وقدره علشان خاطر أفرح الناس كلها، وأنا ممكن ساعتها ما أكونش فرحانة ببعض ليه مش هتكوني فرحانة؟ لا، ببعض لسه ببعض التعليقات، ببعض الناس جاية مخصوص مثلا عشان يتفرجوا، علشان يتنمروا، علشان يتفرجوا هي لابسة ايه، هو لابس ايه، الميك اب عامل ازاي، هم جايين يعلقوا مش جايين يفرحوا. ده مش كل الناس، ده بعض الناس. طب ايه المشكلة لما اجيب الناس اللي انا متأكدة 100% ان هي هتفرح لي، بس حاجة كده على الضيق، فرح الضيق، كاتب كتاب وبالمبلغ وقدره ده، طب ما انا بقى اللي ممكن اتبسط بيه واسافر بيه. تجيبي لك عربية حلوة، اسافر سفرية حلوة. بس انت ممكن تسافري في اي وقت، لكن الفرح مش هيتعمل غير مرة واحدة. بس السفرية بالمبلغ وقدره ده محتاج وقت برضو على بال ما اعمله. طب ما انا ممكن اعمل كاتب كتاب والفستان، لان اي بنت بتحلم بالفستان الابيض من ويس وانطوط. طيب ما البس الفستان واعمل حاجه على الضيق مع اهلي وحبايبي. مين هيشوفه بقى الفستان ده اللي هتعمليه؟ لا، صور بقى وعلى السوشيال ميديا ما خلتش. بس فافرح على قد المعقول، وبالمبلغ ده افكر بطريقه عمليه، اسافر، اطلع عمره، ابداها بدايه مختلفه، اعمل حاجات بحبها، اجيب عربيه زي ما حضرتك بتقولي. بس فحاسه ان احنا لو وفرنا الدنيا هتبقى الطف. طيب من الراي ده لروشان، للرأي المضاد. انت متجوزه؟ احكي لي بقى مع الافراح. احنا كنا الدنيا ملخبطه الاول، نعمل كاتب كتاب ولا نعمل فرح، بس استقرينا في الاخر فرح. كنا عايزين نفرح يعني، وبعدين هو احنا قعدنا مرتبطين حبه من ايام الجامعه، فاللي هو لا احنا عايزين نفرح بقى بالانجاز اللي عملناه. احنا وصلنا اخيرا. فلا، قررنا فرح في الاخر وما ندمتش خالص بصراحه. الفرح هتكلف جامد؟ ما انا برضو مع حتة ان انا يعني افرح على قدي يعني. انا عندي اكس فلوس خلاص اعملها بيها وافرح مع حبايبي وناس لا تفرح لي، مش لازم اعمل حاجة تتكلف اماونت كبير جدا. ما هو النية ما بتبقاش الاصل. ما انت بتلاقي الدنيا تفتح معاكي. الدنيا بتفتح معاكي، الاسعار بتتغير. ده حقيقي. هي طبعا في مفاجآت كده. ما عرفتيش تعملي هاني مون بسبب الفرح؟ البادجت قعدت تقل يعني. احنا من بالي للبنان خلاص خلينا هنا. يعني جت في الاخر جونا جمصة. ايوه قعدنا نقل بس يعني لا تمام. طب السفر معلش انت بتقولي مش ندمانه، لكن لو انت رجع بيكي الوقت ما كنتيش تحبي تعملي مثلا هانيمون، تعملي شوبينج اكتر، تجيبي حاجه نفس قراري بصراحة. في بيتك كبيره لما برجع اتفرج على فيديو الفرح، لا يعني مش هاخد، مش هغير قراري خالص، هفضل عامله الفرح عادي، وكده كده السفر هيجي بعدين يعني، هنسافر ونتبسط. محمد دلوقتي انت مش عايز تعمل فرح، بس ارتبطت بواحده قفشه، انا عايزه اتبسط. احنا ما عنديش مشكله ان احنا ممكن نعمل فرح عادي، بس يعني بامكانيات يعني مش الاوفر، وفي نفس الوقت هنفرح وكل حاجه وهنعمل فرح. مش التكاليف اللي هي بتبقى عاليه قوي ولا التكاليف القليله. طب ما تحاول تقنعها، مش انت مقتنع ان الافراح؟ انا مقتنع ان الافراح يعني مش سبب رئيسي ان انا لازم اعمل فرح كبير، او ان انا اعمل فرح عموما عشان يبقى خلاص دي فرحه. لكن عشان خاطرها طبعا هعمل الفرح. طب ايه البديل؟ يعني الولد ده غير قناعاته في لحظه. عشان اوضح ما بين وجهه نظرك ووجهه نظر العروسه، انت في اعتقادك الفرح الحلو
اللي هو مش مكلف قوي وكده يتعمل ازاي؟ اللي هو مثلا كاتب كتاب خيالك ايه بقى؟ كاتب كتاب مثلا في طراز اسلامي. انا بحب طراز اسلامي جدا. في مسجد يعني في اللي هو او الحضاره القديمه في القلعه. او مثلا القلعه ايجارها كام؟ لا انا معرفش. انا محتاج تسال الاول قبل ما تفتح صدرك. ما تقوليش كلامك كده وتفتح صدرك كده على الفاضي. هتروح مسجد اللي على اول شارعك بالظبط كده. او مثلا على الكورنيش. على الكورنيش كاتب لي كتاب والعيله كلها تتجمع والاصدقاء يتجمعوا ويبقى فرحه كويسه وجميله وما تبقاش مكلفه قوي زي احنا بنشوف الايام دي ونشوف الاسعار بتبقى رهيبه. يبقى كاتب كتاب وتاخد العروسه بالظبط وسيشن كمان يعني مش كمان هاخدها في سيشن. دي سيشن في سيشن وكل حاجه ونصور مش هتاكل بقى الناس ولا بوفيهات ولا لا يعني مش شرط ياكلوا بيتهم جايين ياكلوا عندنا. لا مش شرط يعني عصاير ممكن عصير اكيد في شوكولاته مثلا في سندوتش جبنه رومي و على الموضه. لا لا مش هيبقى في ده. طب حتى ده ما لا هو الشوكولاته هو عصير او حاجه ساعه ماشي. اوكي استاذ احمد دلوقتي في مشكله في حته ان احنا نعمل فرح على قدنا دي لان انتوا برضو متفقين على حته ان الفرح يبقى كلنا متفقين ان في فرح عموما ماشي بس الافراح اللي بتبقى على قدنا دي بتلاقي انتقادات كتير من الناس اللي جايه اصلا تحضر لانه زي ما هو بيقول كده ممكن يبقى البوفيه حاجه محدده انت مختارها انت والعروسه حاجه مش يعني مش احسن حاجه انت بتحاول ان انت تعمل فرح بس في نفس الوقت تلم ايديك فبتلاقي انه الشكل العام ما بقاش احسن حاجه. ما احنا فعلا لو احنا اشتغلنا على فكره الكالتشر عموما لو احنا عايزين نفرح وننبسط بس بتكاليف مش مبالغ فيها. ازاي بقى انا عايزاك ترد على سؤال دينا ازاي تمام. هتعملها ازاي يعني عايزه اعرف خيالاتكم انت اتجوزت؟ لا لا يعني انت ده كل ده خيالات لسه مش خيالات اكتر ان انا قريب برضو من المجال انا بحاول في طب الفتره دي. طب سؤال تاني انت حاطط بادجت قد ايه لفرحك ان شاء الله؟ هو بيقول لك انا قريب من المجال فشكله قريب من المجال يعني ايوه هيغير هيقول لي بادجت هو كده هيقدر عشان يعرف يعمل فرح ببلاش. الميزانيه ان شاء الله الميزانيه اللي هي انت بتقول في المعقول في المعقول طبيعي حاطط ميزانيه قد ايه للمعقول بتاعك؟ هو الميزانيه ممكن تروح في الطبيعي جدا لايجار القاعه ده هو الاهم وتفاصيل فعلا صغيره زي محمد قال. ادينا ارقام يا باشا يعني ممكن اراوند يعني لو رقم ممكن ما يزيدش عن 20-25 ألف ماكسيمم. ليه بقى؟ ليه احنا مش لازم نجيب اغلى فوتو سيشن في العالم؟ انا ممكن ما اكملش الفقره واقول لو هيبقى بالخيال كده اذا انت من الفريق الثاني اللي مش عايز فرح. لا احنا عايزين فرح ولكن بميزانيه معقوله. 25 ألف دي مش ميزانيه اصلا. لا هقول لك والله فعلا صباح الفل ده ننزل نتغدى في محل سمك قسما بالله. احنا مشكلتنا فين؟ احنا عايزين نجيب بروتوتايب الحاجات الصوره الذهنيه في السوشيال ميديا، عايزين نجيب اغلى ميك اب ارتست واغلى فوتو سيشن واغلى كل مش حاجه مش اغلى بس حد يعني ده وشي معلش انا اسفه انا العروسه ثانيه واحده ثانيه الميك اب ارتست المتوسط هياخد كام؟ المتوسط ممكن ستارت يعني ستارت ممكن 3-5 في ناس بتاخد 3-5 ماشي وفي ناس والفوتو سيشن 5 ماشي 3-5 دي اللي هي العروسه هتضحك عليها وتقول لها مش عروسه بجد انا اتفرجت العروسه والكوافير 3-5 مظبوط احنا يبقى ادي كده ال 15 خلص ماشي فاضل لك 10 بتلعب فيهم تمام كويسين في قاعات الفستان في قاعات بقى عايزين نتكلم في الفستان ده عشان ده موضوع كبير قوي ده ايجاره لوحده ب 10000 جنيه يا معلم ليه في حاجات اقل احنا بقى نختار اعلى حاجه وافضل حاجه دي المشكله احنا مش عندنا ثقافه اتليجي هند لتاجير لا في حاجات انت مش واقعي في حاجات انت متاكد انك قريب من المجال؟ انا احنا عاملين مبادره اصلا المبادره دي هدفها ان احنا نشتغل على فعلا يعني تقليل النفقات للجواز من اول العفش تشطيبات لغايه الفرح. احنا ايه ده برافو احنا عملنا فعلا ده عملنا افراح ممكن توصل لميزانيتها اللي بنتكلم فيها 25 طب الراجل طلع واقعي اهو احنا مش يعني احنا مش بعاد لا معلش كان امتى الفرح ده؟ كان قريب السنه يعني اول السنه دي واخر السنه اللي فاتت احنا مش بعيد قوي المدد احنا القصه في الاخر احنا لا استنى عشان احنا هنرجع لك تاني عايزين نجيب صوره لا اصبر بس عشان انا هخلي الناس تجري وراك في الشارع اصبر بس خلينا نرجع لايمان دلوقتي. ايمان انت اهلك موافقينك على الموضوع ده ولا عايزين يفرحوا بيكي؟ بابايا عادي يعني هو معايا شوفي ايه اللي يبسطك وانا معاكي. مامتي لا فرح انا بنتي انت مخطوبه؟ لا
طيب إيه انت ده تفكيرك، يعني انت مشاركه اهلك التفكير من الاول ان انت انا مش عايزه فرح يا جماعه، مش عايزه حاجه واو، حتى لو هرضي الطرفين تمام اعملي اللي انت عايزاه. مامتي لا انا عايزه فرح، بنتي كبيره هتتجوز مش عايش اليوم ده كل يوم وفرحه العمر بقى ويوم اللي بتحلم بيه كل بنوته، فحاجه صغنطوطه بحس ان انا ارضيهم وارضي نفسي كان انا كمان عايزه افرح. بس ده يرجعنا للنقطه الاولانيه اللي انت اتكلمتي فيها انه الناس هتنتقد حاجه في جميع الاحوال، الناس هتنتقد فينتقدوا وانا دافعه فلوس قليله احسن ما ينتقدوا وانا صدفه اللي انتوا كده كده هتنتقدوا. طيب هستاذنكم هقطع كلامك، نشوف البوبس الناس بتقول ايه في الشارع ونرجع لنقطتك دي وخيالك برضو اللي هو انا ضد الفرح فهتعملي ايه؟ انسي القلعه تنسيها وتقولي لي بقى كاتب كتاب ولا فرح، بس نشوف الناس رايهم ايه في الشارع ونرجع يمكن يغيروا وجهه نظرنا. لو خيروكي بين الفرح او انكم تستثمروا فلوسكم في حاجه ثانيه تختاري ايه؟ لا هستثمر فلوسي طبعا. لا طبعا الفرح دي مره في العمر وبناس كتير جوا اصحابي واهلي وفرصه ما تعوضش. ايه يعني فلوس ويتلاقيها برضه تعدي. لا هختار فرح احسن بكتير، عشان فلوس ممكن استثمرها في اي حاجه بعدين، بس الفرح فمش هقدر اكرره مره ثانيه. اي شاب دلوقتي اي فرح هيتكلف كام؟ 50 60 ده اقل حاجه. طب ما انا هزنقه ليه؟ هستغلها واروح المالديف، هستغلها طبعا. لا انا هعمل فرح بصراحه. الفلوس عادي ممكن تتعوض، ممكن اشتغل اجيبها كده، انما الفرح بيبقى يوم واحد في العمر، يعني ما اعتقدش ان هو ممكن اضحي بيه. لو كان الاوبشن فرح او انكم تسافروا شهر عسل في المالديف او انكم تطلعوا عمره، اكيد هتبقى عمره عشان نبدا حياتنا بحاجه جديده، اول مره نروحها مع بعض. لا اختار اروح اعمل عمره. لا اختار الفرح هنا، اختار الفرح هنا احسن، مش تفرق معايا ان انا اطلع بره قد ما ابقى مبسوط مع الشخص اللي انا عايزه. كلام غريب بيتقال في الفاصل مش هنقدر نقوله، مش هنقدر نقوله. يلا يا ايه نرجع تاني لإيمان، وكانت دينا انت كنت خدت افكارها ايه تخيلك للي ملموم ده؟ الفرح اللي ملموم ده بيتعمل ازاي؟ ممكن يكون في مسجد ككاتب كتاب، ممكن يكون في مركب مثلا او يخت صغيره. يعني انا كنت حتى سأله الفتره اللي فاتت عن الاسعار وعن البادجت نفسها، لا لقيتها في الملموم قوي اللي هي لا تتعدى مثلا 10. ينفع انا لا ثانيه لا ناخد المعاصر ناخدها في جنبنا دلوقتي، هناخد في الصفين لا كانت كل حاجه يعني ما كانتش هي او المكان بكله يعني كانت حاجه المركب ب 10000 جنيه ايوه لا كانت اقل كمان كانت بكام؟ بالاكل ما هو بالاكل بقى حوالي انا بقول حاجه في الملموم يعني كانت مثلا جاتوه كرواسون بيبسي بس كده. كام بقى عدد الافراد؟ كانت برضو حاجه صغنطوطه يعني كانت حوالي 30 تقريبا 30. ده بقى ده معناه ان في كم بني ادمين هيزعلوا منك؟ ما هو ليه عدوات يا بابا، دي عدوات على طول. ما هو ده اللي انا بقوله، عائلات بتقاطع بعض طبعا. بس انا عايزه القريبين مني اللي انا متاكده ان هم هيفرحوا معايا وهبقى فرحانه في وسطهم، بس مش عايزه 30 دول اهلك واهل العريس واصحابنا واصحاب العريس. ده انتم مقطوعين من شجر في الملموم 30 ده 40 بالكتير 40 مثلا. احنا اهو بدانا اهو طلعنا وصلنا لغايه 40 اهو. فستانك يا انسه؟ انا ضد ان انا اشتري فستان الفرح. ليه اشتري الفستان ولا العريس يشتريه؟ ملوش لازمه بصراحه، يعني بمبلغ الفستان مش حاسه ان. طب هتلبسي ايه يوم الفرح؟ هأجر. يعني ليه اشتري؟ ماشي ايه انت قلتي مش عارفه مين لتاجير الملابس بكام؟ جهاد ليه مدام جهاد؟ ده لوحده ممكن يوصل ايجاره لاكتر من 10 يعني. طب امال ما هو ما الايجارات غاليه جدا على فكره. الايجارات غاليه، طب ما بالك الشراء. طب خلينا في الايجار. هتاجري بكام؟ ده جوه البادجت بتاعك ابو 10؟ ده بقى انا لا انا كل ده كنت بتكلم في مكياجك يا انسه. لا المكياج ده زي ما الاستاذ وشي ده وشي بلاش هتدفع عشان لا ثانيه مش هي اللي هتدفع بقى، هو اللي هيدفع. ايوه المأذون شوفي واحد غني المأذون ما نجيبوش ده كمان المنزل يعني انت 10 دي متاكده يا بنتي العصب. لا انا بتكلم على يا جماعه احجزوا اوردر تصوير من دلوقتي كاميرا تصوير خارجي على حسابي ها تصور فرح ابو 10000 جنيه واشوف ده هيبقى ايه. لا ده مش كل حاجه، ده انا بتكلم على المكان بس. اوكي
المكان بس كان حوالي 10,000 جنيه بالاكل كده بالعصير. اه أوكي. كانت حاجه صغنطوطه خالص. يعني المجمل كده السم اوف من المجموع المالي لفرح ايمان اللي هي تقبله وهي ضد الافراح كام؟ بالاسعار اللي احنا فيها دلوقتي حاسها ممكن ندخل في حوالي 50. ما اصل لو هنتكلم في فرح بقى مش في خطوبه، لو في فرح بالفستان بالميك اب بكل حاجه ممكن تبقى حوالي 50 ممكن 40 مش متاكده. استاذ محمد انت كنت كيوت قوي وقلت اللي هي عايزاها هعمله لها فراشات طارت في الاستوديو دلوقتي هي مصممه على فستان فرح تشتريه ومصممه على ميك اب ارتست معينه، ده مبالغ بقى يعني انت لقيت مبالغ. خلاص انا مش هعمل فرح بس انا هلبس الفستان اللي على مزاجي هتشوف ان ده تبذير ولا هتعمل لها ده لان هي مثلا اتنازلت عن فكره الفرح؟ هي فكره في الاول وفي الاخر ان انت بتختار الشريك اللي انت تقدر تتعايش معاه وتقدر يفهمك وتفهمه، مش هيكلفك بقدر من طاقتك ولا هيطلب منك حاجه هو شايف ان انت مش قادر تعملها او انت مش مستعد تعملها. فكره ان انا عشان اوفر تكاليف الفرح مش عشان ان انا مثلا هنخلي الفلوس نشيلها بعدين، لا هي الفكره ان احنا بنوفر تكاليف الفرح. مش على فكره هي مش وحش طبعا بعدين عادي، بس جداً. الفكره برضو ان احنا بنوفر تكاليف الفرح لان الوضع صعب للشباب اليومين دول صعب جدا، فاحنا بنعمل اللازم عشان كده بنبدا ان احنا هو الاشهار بالظبط الاشهار وفستان على القد وفرحه كويسه. المهم ان انت تختار شريكه حياتك، تختار شريكه حياتك اللي هي هتقدر تتكمل معاها، مش ان انت تعمل فرح وبعد شهر شهرين ممكن سنه تستثمر زي تبدأ. الناس بتقول استثمر في ايه؟ الفلوس بتاعت الفرح ممكن طبعا ممكن مشروع تعمل مشروع وتقول لها مثلا انا هدخلك معايا 50% في المشروع حتى لو غيريها مشروع تاني لو فرح تجيب لها حاجه تجيب لها مثلا اكيد طبعا ودي وانا نفسي برضو ان انا يعني اول حياتي ان انا اخدها ونعمل عمره يعني بدل الفرح البداية. حتى لو اتجوز احسن بدايه حتى لو انت بقى ان شاء الله ربنا يكرمك وبقى معاك فلوس كتير وحتى لو انت اتجوزتي واحد غني برضه هتفضلوا متمسكين بفكره ان احنا ما نعملش فرح؟ انا متمسك فيها لا الفرح الميني يعني مش برضه لا يا معلم ايه الغلاسه دي حتى لو في انا بدور على كلمه فرحه مش بدور على كلمه الفرح لا الفرح الفرحه بقى معاك ملايين يا باشا معايا ملايين بس انا ممكن طب انا ممكن ليه اخلي ادفع مثلا فرح نص مليون جنيه ولا ربع مليون جنيه فرح حتى لو معايا ملايين ليه انت مش مقتنع اصلا ليه ادفع ده طيب بالفكره لا وهل ده انا اللي هعمله ولا هدفعه؟ هل اللي انا هشوف بنت سعيده قوي او الناس كلها تبقى سعيده قوي؟ لو في بيعملوا بالملايين ويبص يلاقي احنا عايزين نشوف بقى روشان لو كان معاه فلوس اكتر كانت هتدفع اكتر في الفرح ولا لا؟ مش عارفه بس يعني لا انا مش ندمانه على قرار خدته بصراحه يعني كنت هتكبري وتطوري الفرح ويبقى اكبر واحسن تصرفي عليه اكتر لو كان عندك الامكانيه. بصي انا الحاجه الوحيده اللي ندمانه عليها الافكار الجديده اللي بتطلع بعد فرحي متضايقه جدا ايوه يعني انا اصلا عامله بروجكت هو اوديو جاست بوك يعني دلوقتي بقى فيه الاوبشن ان انت بدل ما بتسيبي الكتاب بالجاست تكتب فيه على الباب هو تليفون بالصوت ده انت اللي عامله الفكره دي هي كانت موجوده بره ومش فاميليير هنا خالص عملتيها في الفرح؟ ما لحقتش بعد فرح لا احنا نعمل فرح تاني احنا ورانا ايه؟ انا شايفه كده طيب احمد لازم بقى تكمل لنا اللي انت بتقوله ايه بقى المبادره بتاعتك الخاصه بالافراح تمام. خلينا في ركن الافراح ماشي المبادره عموما زي ما قلت لحضرتك بتتكلم على تقليل النفقات على مستوى يعني الجوازه كلها بندير الجوازه بشكل عام من اول حتى اختيار شريك الحياه وهل احنا فعلا اخترناه صح ازاي نربي احنا بنشتغل على الجانب النفسي كمان اسمها ايه المبادره؟ تجوزني جوزني. طب خلينا في ركن الافراح تمام هتعملوا ايه في الفرح؟ ركن الافراح زي ما الاستاذه ايمان قالت فكره ان احنا مش لازم نشتري فعلا فستان فكره مش لازم نشتري تلبسوا العروسه حاجات انتوا عاملين كولابوريشنز يعني مع ناس بالظبط بالظبط كده بنوسع دايره التعاونات مع اكتر من حد واكتر من مكان ورش موجوده في كل اماكن في مصر بكل الاسعار وكل الحاجات طب انا اجي لك ليه وانا ممكن اجر الفستان ب 10,000 جنيه اجي اجره عندك لا ما احنا بقى بنشوف فعلا كل الكاتيجوريز بنشوف حاجات ممكن ب 2000 ب 3 ب 5 ب 10 لو انت عايز طب اقول لك على حاجه انت بادجت بتاعتك كام؟ يعني بادجتك اصلا كام في التوتال تعالى وانا هجوزك توتال تعالى ندير الميزانيه دي بشكل سليم ومظبوط سيبنا بقى من الصور الزينيه في السوشيال ميديا اكيد مش هنقعد نقارن نفسنا برجال اعمال بيعملوا افراح في اماكن طبعا هنا مثلا لما جه فرح الرجل الاعمال الهندي
بتتكلم في 3 مليون دولار اكيد مش ده مش ده النموذج بتاعي. احنا بنشوف النماذج لا ده مفيش اصلا مفيش بقول ايه 3 مليون دولار ده انت فهناك فاحنا بنشوف اللي احنا نقدر ننبسط فيه وفي نفس الوقت دي ليله في العمر. يعني انا اهلي بيشاركوا فيها اصحابي صور دي ميموريز انا مش هقدر ان انا اتخلى عنها علشان فكره ان انا مش عايز اعمل فرح. لا احنا نشوف اللي لازم بنشوف حد الادنى نقدر نستخدمه ونقوم بيه ونشتغل عليه. ده حاجه موجوده في التراث المصري يعني فكره الفرح ده موجوده في التراث. طب تعال نقول نروح لحد في الصعيد نقول له هنلغي الفرح في بدو مثلا سيوه مثلا مختلفه عن كل الافراح اللي في البدو مثلا بتقعد الفرح بتنظيمات معينه تفاصيل بالظبط 3 ايام وحاجات تفاصيل معينه والناس كلها بتشارك. دي الفكره بقى اللي احنا بنشترك عليها يعني الناس كلها بتشارك في الفرح اصحاب العريس عشان في الاخر الهدف ان احنا نفرح. سيبك من الكلام ده انا عايزاك تيجي تدير لي حياتي انت سيبك بقى من الافراح والكلام ده انا خلصت. لا لاقي لك عريس انا عرفتك بتناولهم من اول العروسه وسام عروسه الشريك تربيه انت لازم تجي لنا فقره نفهم ايه موضوع اختيار الشريك ده يعني ايه المبادره. بصوا انا عايزه بس اقول لكم حاجه انا كأم يعني انا شايفه ان زي ما ايمان بتقول حاجه ملمومه بس اللي هيعمل فرح يستحمل. يعني ليه بقى؟ لان الفرح النهارده غير الفرح السنه اللي فاتت غير اللي قبلها غير اللي قبلها فممكن قوي مثلا يعني زي ما محمد قال ممكن يعمل مشروع يعمل حاجه يبني مستقبله الفتره اللي بعدها يجيب عربيه انا رخنه في مخي عربيه للعروسه تسوقها وتعمل بيها زفه 200 يعني حاولوا بس طبعا في الاول وفي الاخر جيب لها فيسبا في الاول وفي الاخر انتوا اللي بتقرروا مش الاهالي ولا اي حاجه لكن بالراحه وحبه حبه على الاهالي شويه لان الاهالي بيتعوروا جامد قوي في الافراح دي فبالراحه وحبه حبه الفرحه في القلب مش في وعلى فكره بالمناسبه احنا في مصر هنا من اقل البلاد اللي في العالم كله بنصرف في الافراح. في الهند الموضوع كبير جدا في الصين الموضوع ما تجيبليش سيره الهند تاني الموضوع في العالم كله على فكره مهم وضروري بس احنا صحيح. ازاي نعمله على قدنا احنا ومناسب لثقافتنا صح نشكركم شكرا نورتونا الفقره لذيذه قوي ويعني بالتوفيق ان شاء الله تلاقوا ناس مع فلوس انت تلاقي ناس مع فلوس وانت برضه ممكن تلاقي ناس مع فلوس برضه تبقى حاجه لذيذه قوي جدا فاصل ونرجع تاني